السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال وفرحانين ان شاء الله. وتنشكر الناس الجاليه المغربيه اللي شاركوا عندي، وتنقول لهم مرحبا بكم عندي، والله يغلبكم على الغربه، والله يعطيكم الصحيحه وطول العمر ان شاء الله. وتنشكر الناس في الدول العربيه اللي تشاركوا عندي، والجزائريات الله يعطيهم تما صحتهم، ونتمنى ان شاء الله الوصفات ديالي تعجبكم. وتنقول الناس اللي في الدول العربيه ما فهمتوش اللهجه، اي حاجه باللهجه المغربية اكتبوها لي في التعليقات ونفسرها لكم باللغة العربية. ونتمنى ان شاء الله وصفاتي كلهم يعجبوكم وتجربوهم، وانا ديما تنجي لكم مكونات سهلة موجودين في اي بيت. والناس بزاف تيعاني ومشكل ديال حب الشباب والاثار ديالو، ماشي هي المراهقات والمراهقين، ولو دابا حتى المراه حامله، الناس كبار، هادشي كله ناتج على الاضطراب ديال الهرمونات. وكاين عوامل بزاف، الدهنيات، المأكولات اللي ما فيهاش الفيتامينات والبروتينات، الوراثه، بزاف ديال العوامل. وكاين الناس اللي عندهم افرازات دهنيه كثيره في وجههم، هادشي علاش يؤدي بهم لحب الشباب، وتيبقى عندهم داك البقع ما تيحيدوش على مده. وبزاف ديال المشاركات تيسولوني، تيقول لي راه عقدني هاد الحبوب واش يحيد. نقول لهم راه اي حاجه لها اي لداء، لكل داء دواء، اي حاجه الله سبحانه وتعالى راه عاطيها لنا، خاصنا هي نستمروا. تنقولها دائما، نستمروا في استعمال الوصفات الطبيعيه، راه ما تعطيش النتائج اول مره، من بعد ان شاء الله تعطي واحد النتيجه هائله، هي استمروا وصبروا. ولهاد والناس كانوا في زمان تيديروا تيستعملوا الملحه اللي تناكلو في واحد الكاس مغلي، تيخليوها حتى تتدفى، حتى يبقاو يدهنوا بها وجههم يوميا، ما تتخليش اثار ديال الحبوب. حتى حنا ملي كنا صغار كنا تنستعملوها، تتكرم داك الحبوب حتى داك البقع ما تيبقاوش. استعملوها مره في اليوم، راه زوينه بزاف ديك الملح مع الماء، راه فعاله تتحيد حتى دوك لي باكتيري اللي عندنا في الوجه، دوك الافرازات الدهنيه ما تتخليهاش. وهاد المشكل ديال الافراز الدهني هو اللي تيخلينا داك الحبوب في الوجه ديالنا، ضروري خليوها واحد 10 دقائق ولا ثلث ساعه، وما تطولوش بها في وجهكم حيت تقدر تدي لكم الجفاف ديال الجلد. استعملوها هي شويه وغسلوا وجهكم، ودهنوا ضروري باي زيت عندكم، انا ديما تنقولها ولو هي زيت الزيتون. وان شاء الله الوصفه ديال اليوم نتمنى ان شاء الله تعجبكم، راه زوينه بزاف. وجدت لكم مكونات سهله، مطيشه الطماطم، هيا على الشكل مطيشه وحده، حبه طماطم، ونص عصر واحد القطرات من الحامض الليمون، ومعلقه صغيره ما عمرش ديال الملح. نوريكم الطريقه. هيا حبه ديال الطماطم حكيتها بات على هذا الشكل، هذا زيدوا على ديك المعلقه ديال الملح، عصر واحد القطرات من الحامض شويه، راه زوينه الوصفه فعاله، وان شاء الله تبقاو ديما تجربوها. واخا ملي غتستعملوها لوجهكم تحرقكم شويه، ولكن عادي بديك اللحظه استعملوها جوج مرات حتى ثلاثه في الاسبوع، رطن واحد النتيجه هائله. ونتمنى ان شاء الله كاع البنيتات والوليدات يستعملوها، ناس كبار ما يخافوش منها. شو المواد بسيطه وسهله ومعروفه، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم وتجربوها. هيا الوصفه ديال اليوم راه زوينه بزاف وغنيه بالفيتامينات، ما تتخليش الحبوب والاثار ديالو، غير جربوها راه زوينه بزاف. ونصحكم واحد النصيحه، ضروري من التقشير ولو هي مره او مرتين في الاسبوع، اي ماسك تيعطيكم فعول ديالو الا من بعد قبل منه تدير واحد التقشير، ولو هي ديال القهوه اللي تنشربو مطحونه، ومعلقه ديال القهوه كبيره، ومعلقه صغيره ديال العسل، ومعلقه صغيره ديال السكر. خليوها في وجهكم مده ديال ثلث ساعه بما يكرم لكم، وقشروا وجهكم واستعملوا هذا الوصفه، راه تعطيكم واحد النتيجه هائله. وملي تغسلوا وجهكم من هذا الماسك ضروري من الزيت، تنقولها ديما اي زيت عندكم في الدار، وان شاء الله تعطيكم واحد النتيجه هائله. وبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، راه زوينه واخا تتحيد حب الشباب، راه تتحيد تاك الاثار ديالو. ونتمنى ان شاء الله تجربوها، راه زوينه هاد الوصفه قديمه كان الناس يستعملوها، وانا ديما تنبحث لكم على وصفات قديمه اللي كانوا جدودنا تيستعملوا. وليداتنا خاصهم يولفوا وصفات طبيعيه، واي وصفه طبيعيه قديمه راه تعطينا واحد النتيجه، خاصي شويه ديال الصبر. ونتمنى ان شاء الله القاكم في فيديو اخر جديد، وصفه طبيعيه اخرى جديده، والى اللقاء.